بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم مومو نيوز للأخبار الرياضية. إذا قبل البداية لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك والإعجاب بالفيديو لكي يصلكم كل جديد إن شاء الله. رد اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور لاعب نيس الفرنسي لأول مرة على الجدل المتعلق برفضه دعوة المنتخب الوطني الجزائري. إذا أندي ديلور قال في تصريحات صحفية لجريدة ليكيب الفرنسية الشهيرة بأن هذا القرار هو ثمرة تفكير طويل وبعد نقاش رجل لرجل مع الناخب الوطني جمال بلماضي. أندي ديلور أكد بأنه لا يريد الخوض في التفاصيل، وقال بأن هناك معايير كثيرة ترجع لهذا القرار. أول هو أنه لاعب ليس أساسي في كتيبة المنتخب الوطني الجزائري، وكذلك بأنه يريد أن يتفرغ للتألق مع ناديه نادي نيس، خاصة وأن عمره يقارب 30 سنة. بطبيعة الحال في هذا المقال الذي تجدونه في صحيفة ليكيب الفرنسية، في الأخير حاول أندي ديلور استعطاف للجماهير الجزائرية والفوز بودهم عند قوله بأنه يتمنى أن تتفهم الجماهير الجزائرية قراره، وبأن هذا القرار ليس بتقاعد دولي بل فقط توقف مؤقت عن اللعب للمنتخب الوطني الجزائري. ولكن كما قال الناخب الوطني جمال بلماضي، ربما يعود ديلور للمنتخب الوطني الجزائري ولكن مع مدرب آخر. إذن صراحة مع كل احتراماتنا للاعب الجزائري ذو الأصول الجزائرية أندي ديلور، لاعب قوي، لاعب يقدم أداء كبير في الدوري الفرنسي، ولكن المنتخب الوطني الجزائري ليس نزهة يا أندي ديلور، تأتي متى تشاء وتذهب متى تشاء، خاصة عندما لا تلبي الدعوة، عندما يكون المنتخب الوطني الجزائري في أمس الحاجة إليك. كلنا يعرف إصابة إسلام سليماني. إذا قوله بأنه سوف يأخذ استراحة فقط، هذا لا يتقبله العقل، لأن المنتخب الوطني الجزائري ليس لعبة أو ليس نزهة، تأتي متى تشاء وتذهب متى تشاء. إذا أنا متأكد من أن الناخب الوطني جمال بلماضي لن يستدعيه مرة قادمة للمنتخب الوطني الجزائري. إذا ما شاهدنا ديلور بقميص المنتخب الوطني الجزائري فسوف نشاهده مع مدرب آخر ربما. أعزائي المشاهدين، يمكنكم مطالعة مقاله اللاعب أندي ديلور صحيفة ليكيب الفرنسية، يمكنكم التأكد من الخبر، أنا تأكدت لذا قمت بنقل الخبر لكم. إذا ما كان هناك أي جديد إن شاء الله سوف أوافيكم به في القريب العاجل. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.